بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 8 مارس من 2021، اليوم اللي كيحتفل به العالم بأسره، والمغرب كبلد ديمقراطي، بلد حداثي، يحتفل كذلك باليوم العالمي للمرأة. وفي الحقيقة نتمنى أن تكون 365 يوم هي احتفال بالمرأة، لأن هذا الكائن الذي كرمه الله سبحانه وتعالى اللي كنعتبره هي اختنا ومنا والزوجة ديالنا والابنة ديالنا والصديقة ديالنا والزميلة ديالنا في العمل، فيجب تكريمها لأن هي نصف المجتمع. يجب تكريمها 365 يوم ماشي هذا اليوم، ولكن ما كاين باس منك ديروا هذه الوقفه هذه، لابد ان نقول في حقها كلمه، نقول لها انك انت كل شيء، انت المنبر، انت المنار التي نضيء به الطريق. في العالم باسره منذ ان خلق الله الكون هناك نساء كرمهن الله سبحانه وتعالى على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نساء العالمين، هن اسية بنت مزاحم، وهناك مريم العذراء، وهناك خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء، وعدكن عائشة أم المؤمنين، وهناك نساء في المملكة المغربية، هذو النساء العالمين. هناك نساء كذلك في العالم قاموا بأدوار طلائعية كبرى، مثلا في المملكة المغربية التي نعيش فيها نتذكر أول جامعة أحدثت لي فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين، اللي بنت أول جامعة لي جامعة القرويين في المملكة المغربية. هناك كذلك في عهد الدولة الإدريسية كنزة التي ساقت ورسخت دعائم الدولة الإدريسية اللي هي أم إدريس الثاني وزوجة إدريس بن عبد الله. هناك كذلك في العهد المرابطي زينب النفزاوية والدور الكبير التي قامت فيه في توسيع الإمبراطورية المرابطية اللي وصلت حتى الأندلس، وزيد. هناك كذلك المرأة العاملة، هناك المرأة الموظفة، هناك المرأة التي تسوق الطائرة والقطار، هناك المرأة الطبيبة، هناك المرأة المهندسة والمحامية. فنقول لهن عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وكل سنة وأنتن بخير وعلى خير.